وللمتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، يعني يوم التنوع البيولوجي، في رأيك هذا الملف إلى أي مدى هو متداخل مع كافة الشؤون المرتبطة بحياتنا بما فيها الجانب الاقتصادي؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا المؤتمر قمة المناخ 27، المؤتمر مازال له صدى كبير جدا على مستوى العالم، وطرح العديد من القضايا والملفات ذات الشأن البيولوجي وأيضا السياسي والمائي، وحتى كمان في مستويات الطاقة، هو حديث الساعة لكل الصحف العالمية وأيضا للحكومات وللدول. وطبعا تأثيراته تأثيرات كبيرة جدا، ومن الواضح أن التوجه المصري نحو دفع طبعا القادة والدول للتنفيذ هو الواضح حتى وقتنا الحالي من الأسس في عملية التنفيذ. ودعوني أقول لحضراتكم مثلا أن من أحدث الدراسات اللي تمت خلال الفترة الماضية، أن مثلا من 1992 ل 2013 تكبد الاقتصاد العالمي ما يقترب مثلا من 16 تريليون دولار. ده كلف العالم للدول الفقيرة أعباء اقتصادية للأسف منيت بها الدول على جراء قضايا المناخ، وطبعا للأسف تأثرت بها الدول الفقيرة أكثر من الدول الغنية، وده طبعا بيفقد الدول يعني جزء كبير جدا من القدرة الاقتصادية على التنمية أو تحسن قدراتها الاستثمارية. وعشان كده قمة المناخ النهاردة فتحت أذرعها للعالم في التنوع في الموضوعات، في الكلام الحديث اللي بيدور حوالين كيفية الاستفادة من أن يكون في مشاركة من المؤسسات الدولية لتنمية الدول، وبالأخص الدول المتضررة والدول الفقيرة. والدول الفقيرة أو المتضررة جانب كبير منها يقع في قارة أفريقيا، لذلك أفريقيا كانت لها خصوصية شديدة في التواجد في هذه القمة، نظرا لأنها من الدول الأكثر تضررا جراء التغيرات المناخية. طبعا بكل تأكيد، واسمحي لي، كان حديث دائما دائر حوالين من أكثر تضررا من التداعيات المناخية، والتضرر ده ليس فقط على المناخ أو الأجواء العادية، ولكن أيضا التضرر في مثلا يعني الأوضاع المائية أو الأنهار أو النحر المائي اللي هو الأبحر والمحيطات، وأيضا كمان الانبعاثات الكربونية سواء استغلال بعض من الشركات للقارة الأفريقية للتصنيع عن طريق المشروعات اللي هي مضرة وملوثة للبيئة. ده يا فندم النهاردة بيأثر تأثر كبير جدا على حياة الناس في القارة الإفريقية اللي بتقدر بحوالي 1.3 مليار نسمة. وللأسف كمان ده بيؤثر على الصحة وعلى التعليم وعلى التقدم في أي استثمارات ورغم استغلالهم للثروات. علشان كده يمكن نتذكر كلمة السيد الرئيس في كثير من المؤتمرات، إن دعوا الأمم المتحدة وأيضا المؤسسات العالمية كيفما تستفيد من القارة الإفريقية من ثرواتها، أيضا القارة الإفريقية تستفيد من أن يكون فيها استثمارات تطوير، يكون في منهجية جديدة للتعاون وليس للاستعمار لاستغلال الثروات. دي نقاط غاية الأهمية أعتقد اطرحها صحيح في غاية الأهمية دكتور. ويعني الآن نتحدث ليس عن استثمارات عادية وإنما عن استثمارات تتوجه نحو الطاقة النظيفة. هناك اتفاقات يعني أبرمت على هامش القمة فيما يتعلق باستخدام الهيدروجين الأخضر، ومصر أطلقت استراتيجيتها الخاصة بهذا الأمر. أهمية توجيه هذه الاستثمارات إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في هذه المرحلة. خلينا نقول مواكبة العالم اليوم للحفاظ على المناخ، للحفاظ على ثروات العالم اللي هي البشرية، كان لازم يتوجه العالم نحو تحول بما يسمى بالاستخدام الآمن والاستخدام النظيف للطاقة المتجددة، وما بيسمى بالهيدروجين أو ما بيسمى كمان بالطاقات المتحدثة زي طاقة الرياح أو طاقة اللي هي الطاقات الأخرى الوليدة من محطات المياه وما شابه لذلك. ده بيؤدي إلى أن يكون في تنمية مستدامة، ده بيؤدي لتحسن في قدرات الدولة، ده بيؤدي لتوفير فرص عمل. ليه؟ لأن احنا النهاردة كلما حصرنا اللي هو زي ما بيسمى كده الأضرار البيئية كلما زادت القدرات الاقتصادية. يعني بمنتهى البساطة، لو عرفنا الخلل والمخاطر الخاصة بالمناخ وتأثيرها قد إيه على قطاعات مثلا زي الزراعة، هنعرف نحسن قطاع الزراعة.
لو شفناه قد ايه على الموارد المائيه وقد ايه الاضرار اللي احنا بيكون من وراء هذا الامر، هنعرف نحسن من قدراتنا المائيه. لو عرفنا قد ايه الضرر الصحي، هذه الامور يا فندم كلها انكشفت امام المؤتمر في قمه المناخ اللي هو ان شاء الله ساعات قليله وينتهي ويسجل في التاريخ ان القمه المصريه بتواجد خط العالم نجحت في جزء كبير جدا من لفت نظر المجتمع الدولي ازاي نحقق تنميه مستحدثه جديده في التعاون مع الشركاء الدوليين. وارجو ان شاء الله ان يكون التنفيذ فعلا زي ما حضرتك تفضلتي بالاتفاقيات والمعاهدات الجديده وايضا الاستثمارات اللي بتخش حوالين الهيدروجين الاخضر او الطاقه الحديثه. طيب الطاقة المتجددة دكتور يعني يمكن اللجوء إليها بعدة طرق، لكن التكنولوجيا هي أمر رئيسي إذا ما تحدثنا عن توجه إلى استحداث سبل جديدة للحصول على الطاقة النظيفة. في رأيك نصيب أفريقيا من هذه التكنولوجيا كيف يمكن أن تحصل عليه، وكيف يمكن أن يكون جزءا أيضا من التمويل الذي يقع على يعني عاتق الدول الكبرى؟ خليني اقول لحضرتك الموضوع في غايه الاهميه وللاسف مكلف تكلفه باهظه الثمن. ويمكن اكيد حضراتكم سمعتم ان الامر ليس متوقف على يعني 100 مليار او 200 مليار دولار، بل بالعكس ده احنا بنتحدث خلال السنوات القادمه سوف نتكلم بالالاف الاف المليارات ان لم ينقذوا يعني القاده والدول المتقدمه، ينقذوا اعتقد كثير من الدول وايضا كثير من يعني الصناعات، سوف يكون التكلفه ابهظ من هذا الرقم بكثير. علشان كده لما احنا بنشوف الطاقه المتجدده اليوم صحيح هيكون تكلفتها عاليه في الوقت الراهن ومحتاجين للتكنولوجيا حديثه اعتقد، لكن ده السبيل الوحيد، لان احنا زي ما بيسمى بنطلق الرصاص على ارجلنا. يعني العالم كله لازم يلتفت لهذا الامر ان كلما تصعبت الامور او اهملت في تطوير التنمية أو تحديث الطاقة لطاقة بديلة سوف يكون الضرر على المجتمع الدولي أكثر من ذلك. وإحنا النهاردة بنشوف ألمانيا على سبيل المثال أعادت تشغيل المفاعلات النووية مرة أخرى للأضرار لعدم وصول الغاز ليها لمحطات الطاقة، فده بيسبب ضرر. ده أنا بدي حضرتك نموذج واحد، رجعوا تاني مثلا برضو في ألمانيا من جراء عدم تشغيل خطوط الغاز من روسيا ابتدوا يشغلوا محطات الكهرباء بالفحم، ده ضرر. النهارده بنتكلم في افريقيا، على الاقل افريقيا محتاجه من 500 ل 700 مليار دولار سنويا لتحديث الطاقه داخلها، رغم ان افريقيا غنيه بالثروات، معادن، بترول، غاز، قدره بشريه هائله، ولكن للاسف الاضرار البيئيه اللي بتلحق بينا من العالم المتقدم في القارة الإفريقية دي نتيجته إن في تخلف اقتصادي واستثماري ما بين إفريقيا وما بين القارات الأخرى. أعتقد في لازم يكون في فكر ومنهجية جديدة في استحداث الطاقة الحديثة أو المتجددة. طيب هذا يعود بنا يعني ما تطرحه من أخطار دكتور مصطفى إلى فكرة التمويل الذي أصبح شيء رئيسي. لأي مدى كوب 27 هذه المرة أعطت ضمانة للعالم أن التمويل سيتم تنفيذه بالفعل وسيتم تنفيذ ما سبق من تعهدات على مدار القمم السابقة؟ هو طبعا التمويل يعني الفلوس يعني تخفيف العبء الاقتصادي عن الدول وتخفيف الديون ايضا. بالضبط، علشان كده كان في يوم مخصص اللي هو يوم الاربعاء الماضي، كان اليوم مخصص لما يسمى يوم التمويل العالمي للمشروعات. واستحدثت المجموعه الموجوده من وزراء الماليه والمؤسسات العالميه ان يكون في طرق بديله حتى لعمليه التمويل، زي مثلا ان هو استبدال الديون، ان احنا النهارده ممكن يكون في استبدال للديون او توفير تمويل بتكلفه منخفضه يعني الاستثمار، وايضا في لازم يكون في استثمارات متجدده. علشان كده احنا بنشوف ان يكون من الامم المتحده او من البنك الدولي او من صندوق النقد الدولي او من البنك الاوروبي او حتى من البنك الاسلامي او ما شابه لذلك، ان قد تقديم قروض منخفضه التكلفه للدول، وايضا من الدول اطلق عليها حتى مصطلح قروض خضراء.
بالظبط كده، ولازم يكون مساند من الدول، يعني الدول تستثمر فيها لتشجيع المجتمعات لتحسين البيئة. وعلشان كده احنا بنشوف النهارده فندم ازاي ان الرئيس الامريكي لما جه وضع 500 مليون دولار لخدمة هذا الامر مثلا من امريكا لمصر، ووضع كمان 150 مليون دولار للقارة الافريقية. بنشوف ان مصر عملت اتفاقيات مع العديد من الدول الاوروبيه والامريكيه وايضا الدول العربيه بما يقدر من اكثر من 80 82 مليار دولار لكيفيه هذه التغيرات بتمويلات متيسره حتى 20 30 واكثر من ذلك. ده اللي احنا بنفكر فيه، ازاي يكون عندنا تنميه مستدامه بتمويل بسيط التكلفه وممتد لفترات طويله. ده ليه مردود كبير على المجتمع، هيعيد تشغيل الناس، هيكون ليه قدرة في تنمية الصناعة أو الزراعة أو التجارة، هيحسن من تخفيض قيمة العملة للنهاردة من الموارد الأجنبية. كل ده فندم تكوين لقمة المناخ. كان التمويل اللي هو أو الفلوس أو الاستثمارات من أهم الأجندات ومن أهم الملفات اللي وضعت أمام خط العالم. إدخال ملف الخسائر والأضرار أمر حرصت عليه مصر في هذه القمة لمزيد من الضمانات، في رأيك إلى أي مدى هذا الملف متداخل بشكل رئيسي مع ملف التمويل؟ بكل تأكيد كل ملف يا فندم متشابك مع الآخر، علشان كده يمكن شفنا إن قد إيه حجم الخسائر. وأنا قلت لحضرتك إن في 30 سنة الماضية كان من تقريرات المؤسسات العالمية إن الاقتصاد العالمي تقريبا تكبد في حدود 16 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا بالنسبة إن هم لو كانوا استفادوا بيه وأضعوا بيه استثمارات كان ممكن يقدر ينمي حركة الشعوب ويبعد عن المناطق الإفريقية حتى وبعض من الدول مثل الهند، يعني أبعاد مخاطر التلوث البيئي. دعوني أقول لحضرتك مثلا إن بعض من الحروب كلفت الولايات المتحدة أكثر من 2 تريليون دولار، وللأسف خرجت بهذه الأموال خاسرة، خسر الجنود، خسر تكلفة السلاح، وخسر أيضا الوقت والفقدان لحركة التنمية. ده في أفغانستان. لو كنا شفنا هذه الأموال النهاردة ضخت في استثمارات، رفعت قدرات الشعوب، رفعت قدرات المناخ، أعتقد كان هيبقى ليها مردود استثماري وليها مردود يعني حضاري على الشعوب. ولكن صحيح. إحنا ده بنشوفه استخدام يا فندم آلة الحرب. أعتقد بهذه الأموال الطائلة كان ممكن استبدالها باستثمارات عالمية ترفع من قدرات الشعوب فتحد من الحركة الإرهابية أو الحركات الإرهابية اللي هي دايما بتبقى وقود لزعزعة الأمور ما بين الدول وما بين بعضها. صحيح في دكتور الآخر مصطفى، صحيح، لكن هذا الخسائر الأمر زي ما حضرتك تفضلتي نعم بتعود على الدول اللي تمول الحروب أكثر من الدول اللي هي كمان نالها من الحرب أكثر تعقيدا. هنا السؤال يطرح نفسه، هل استوعب العالم الدرس، خاصة أننا نشهد مواقف سياسية متأزمة حول العالم حتى الآن؟ خليني أكون صريح مع حضرتك، لن يستوعب العالم هذه الدروس رغم التحديات والصعوبات المطروحة من أكثر من 26 قمة سابقة. ودعوني أذكر حضراتكم الفيضانات اللي تمت في العديد من الدول قريبا، تغيرات المناخ اللي احنا بنشوفها النهاردة، والفيضانات في كثير من الدول. النهاردة بنشوف ان فصول الصيف بقى يكون فيها أمطار، بقى تخيرت المناخ، بقى للأسف يتضرر منها المحاصيل الزراعية، بتتضرر منها القدرات الاقتصادية لكثير من الدول. وتخوف العالم كله النهاردة من ارتفاع الهيدروجين أو يعني الغازات تؤثر على القدرات الاقتصادية، إن لو وصلت ل 2% اللي هي نسبة الكربون في المجال الجوي سوف يكون الأمر أكثر تعقيدا وهيتكلف أموال أكثر. علشان كده النهاردة القمة اللي منعقدة في شرم الشيخ بتدي جرس إنذار، أهم درس لازم نستفيده سرعة التنفيذ، سرعة إدراك العالم والمجتمع الدولي في كيفية الحد من الوصول يعني الخطر الدائم اللي هي نسبة 2%. وأعتقد كل الرؤساء اتفقوا على هذا الأمر، خلاف كمان كلمة السيد الرئيس بمناسبة ضمير المجتمع الدولي بإيقاف الحروب حاليا، لأن ده بيزيد من الأمور تعقيدا في ارتفاع الأسعار، فبيأثر على دخل المجتمعات أو الأسر داخل كل الدول،
فده بالاسف بيقلل المجتمعات قلقله من التخوف حوالين المستقبل لدى كثير من الدول. اشكرك جزيلا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.